أنت القدس، أنت الشمس، وبك الأنس ولك الحب. أنت القدس، أنت الشمس، وبك الأنس ولك الحب. قلبي يهفو، عيني تغفو، قلبي يهفو. والصلاة والسلام على رسول الله، إمام الدعاة والمجاهدين، والسيد الأنبياء والمرسلين، الذي سلمه الله مفاتيح الأقصى من السماوات العلى، وجعله إماما في الأقصى لكل أنبيائه ورسله السابقين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، موضوع يقرى وحوها عداوة اليهود للمسلمين. اليهود عداوة أي مسلمين تا أي أهيان مقطع لبير ومقطع وهل كا يجران ديار سيد، لكن بروجكت تركيب أولي أني شقين إنين أولي أن سجينه هندول استأجنو كلمة اليهودية وكلمة المأسونية وكلمة الصهيونية كدمنا موضوعنا مركان قلنا واحد مقلاء اليهودية، واحد مقلاء المأسونية، واحد مقلاء الصهيونية. ما حيكون كردويهين فرق قعود حيا وما حي محيهين ما ود الدولة با الدولة دولة كل حجرتها اليهودية مركان لقى هذا ليو مجع يهودية مركا لدى هذا ودينتي أي يهودي دين كدغتي وقت النبي الله موسى والتوراة لوسو ديبي والنبي وها عليه السلام مركا أصل كيهودية وقت النبي الله موسى دينتي التوراة لوسو ديبي وحكم ذا هيد الديانات المنزلة من الله سبحانه وتعالى كتاب يهودي نوحها التوراة. مركا كلمة يهودية ودين يهودية دو أي دين دكتين السمدنا كسو دكتي وقت النبي الله موسى عليه السلام. المأسونية مركا مقشة مركا كلمة اللبات المأسونية. مأسونية وأرر يهودية سقر سودية وشقية si ay u xaqiijiyaan oo ay u gaaraan masalih al yahud al kubra wajidada yahud ee weyn si loo gaaro urur u shaqeeya ba lahada al ma'suniyya munazzamatun yahudiyatun sirriyatun ta'malu fi khafa'in siqr saudiya bay u shaqeeyaan dawladaha uga dhax shaqeeyaan madaxda uga dhax shaqeeyaan adduunka uga dhax shaqeeyaan si loo gaaro laba arrimood oo muhiim ah labada arrimood ee muhiimdi waxa weey si loo taago haykal as-Suleyman oo maanta u xaqiiqoobay ay Qudus inay ka taagaan rabeen laba dawladul yahood al-aalamiyya oo adduunyada dhan ay dawladda hoos timaado adduunyada dhan iyadu maamusha labada arrimood oo waaweyn bay maasooniyada u shaqeeyaan waxa calaamado waa saddex shay markay maasooniyada shaqeynaysa adduunka waa al-xurriya al-ikha al-mutawaad ma macna al-xurriya qofku waa inuu xurriya helo xurriyada waxay ku dhahayaan in diinaha aan yahuud ahayn oo dhan lala dagaalamo فساد كان لا فافيو فوضدنا لا فافيو لكن لانه واحد هي حريه قف حريه دي سودا اي دين هقلو وحضوني هلا اقضوا وحقص وحقص فالحمود ضوني هدح دباشو معناها مقع الحريه بيهويين سياسه لبعض علامات كوي وحويا الاخاء لانه يهود تاريخ ده مركز لغة شكايو ومده هرور دن أيابا وحويا العلوبي وضن كسيبا لغة ساري marka si aanal wax weeyaan aan wadannada ay degan yihiin looga eriyin ayay magac la soo baxeen siyaasada ah al ikha ikha walaaltinimo shucuubtii nacaysay ayay soo dhaweysanayaan markay al ikha walaaltinimo ay ku baaqayaan calaamada saddexaad ay ku caan baxeen macsuuniyadu waa al musawaad
مساواد إلا سنادو نقالها فوضى سياسة حولها شيوعية اشتراكية مركزية وحصلنا وحوية المنظمات إلا سنادو أيابا شعارها مركز كاسنا وقيف تصدح هذا المأسونية مركز مأسونية ومنظمة سياسية أو أديجيسة إن يهود عالمك أي ما مشوا قلنا صدح هذا الصهيونية 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 ذو مركا قلنا خلي دينيا بيعهاين وكتاب منزل يكون دقمين كون مأسونية ذو سياسيين تي الصهيونية ذو نواقيب تي فلين يسي سياسة مأسونية ذو كوي فلين يس مركا منظمة يهودية تنفيذية بالله هذا مركا هذا الصهيونية ما قشوا وأورورا يكوحو يهود كثير سن وقابل سنين شقدي فليان هذا هل كان إنما إنه شقينا قبلها كشقينا أو وحي فلية سوما وحي اللي هو الشيء ودن قرض فلية يساوي على هذا الصهيونية منظمة يهودية تنفيذية مهمة ذي دون منظمة داس وقرشين تي أي صهيونية ذا أي يهودية ذو أي إسلام مال ديجين إيه إلا سوعلي مجد بني إسرائيل شرفتي ريبني إسرائيل هيكل سليمان لقتها قدس هيكل سليمان كدولة نبدي سنة الدنيا دورنا أيها استماضو قرضة فلينة سنة وحلا الصهيونية مركز صدح ذا سوى قيب تمان اليهودية الصهيونية إيو الوحويا المأسونية عداوة اليهود للمسلمين إلهي با سبحانه وتعالى إن نعنو إنه تبعيي إلهي أيابا إن نعبان يهود إنه تبعيي لأنهم قتلوا الأنبياء لأنهم هم الذين أساءوا لرب العالمين سبحانه وتعالى يهودي مركا محان عذاوة لنهي محي عذاوة إنه ليهين يهودي وكوي إلهي أفلق هذا كلك عي أيدي يد الله مغلولة إلهي قعنتي سوى بخيل وحبا ما بحصه نمنك أفك تساوتا إلهي وي إلهي سورة اليهود محوى ما إذا وحيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أفلق هذا هل كاقادي بي إلهي لكارين وحي يهودي جلاهدين إلهي قعنتي سوى حرنته وطوح بحسماها ولعنوا بما قالوا وحي جلاهدين إلهي وكن عضلي بل يداه مبسوطة تاني إلهي قعمه سوى قوفت سن ومكلا إيه وكان مسلنا إيه كان كافر إيه كان يهودية ينفق كيف يشاء يعطي من يشاء ويدل من يشاء ويعز من يشاء يهودي وحي عذاوة أين وليهين وأن منك إلهي أفلق أذذك لك عيل باذير إن الله فقير ونحن أقنياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أقنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق إلهي كوي كقولي ومقلي هذا الكيح ما إعها إن الله فقير إلهي وباهن يهيبي أفلق هذا إنت لك بإلهي كلك عين كتاب القرآن كان قريا إن الله فقير ونحن أقرياء أنه إلهي وفقير أنه أغنياء أنه يهودي وأن منك سدايري صدح اليهود هم الذين دعوا الله للولد سبحانه وتعالى يهودي وكوي إلهي النسبي ولد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مسيح أو عزير أو النبي ذي إلهي أصدر ربن إسرائيل كمدعها يهودي كوي كدقي بيعهاين إنو إلهضان عزير وإن إلهي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا محو إلهي ولد إنه سميست أقبى هاي مخلوق ولنبا قعنتي سكجرا نعم يهودي وكويري نحن أبناء الله وأحباؤه يهودي وحن عذاوة لنهي أما علتني مضوحي أطهي
هم الذين قالوا لموسى أرنا الله جهرة. نبي الله موسى ونبيك كيري إلهي سي مباشرة نوتوسي بيت المقدس هريره سيد جناين من طفير نبي الله يعقوب أيامك سوجيدان يعقوب ابن إسحاق يعقوب ابن إسحاق نانيستي سابني أيا إسرائيل أولني كدبنا وحاي كهجرودين أولادي نبي الله يعقوب أو يعقوب ولقونا نيستي إسرائيل أرض المباركة أو كشي كين دونه أيابي كهجرودين بعد النبي الله يوسف عليه السلام حين سيطر على مصر مركو النبي الله وحوي يوسف ومصر لوريه ومسول نقضي أيابو يعقوب يؤهل كيسي أوردن كرري مصر بو أوريجي وإذك سورة يوسف أخريا وإذك سورة يوسف أخريا مصر مركي أوريجين أي مدبدا قروم بضم بيجوغين وحا إلهي كسل لذي ننكي فرعون أهابا ألا كسل لذي يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم مدى إلا تضوى قرني أفر قرني سديد قرني انتا سأدحين تاريخ الشيغان أياوي كسقنا يعني أرض المصر كدبنا إلهي واكي أصدري نبي الله موسى عليه السلام نبي الله موسى حوار كيم إساقية فرعون دحمري مددير كدب وحفر لو أمر سيه موسى إنو كهجرودو أو كبحو إساقية عدير رميسي أو من بني إسرائيل معناه وطفيرتي كسو طفيرنتي نبي الله يعقوب عليه السلام إنو كن نقض أرض المقدسة وحويا فلسطين وكي إلهي يقبت بادي موسى يكوح ذي الرعضي وكي فرعون هلكي كهلاقي مر الله مركي أي بدي دنع وقت اللابين هذا الذي يلا هذين وحكا مدها يضو الشري أقين عذاوه قيل هلاقي يضو الشري أدو لكي إلهني ماذا شكتي هرتو ذو كل انتي أياب النبي الله موسى كولي هذين أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلئة ذات كان السلاي السلام يذو عبدان النقر السلام أن عبد النص ميه ورمان ذي الله كبقى يسوك إن شاء الله يقول فرعون كي الله لاقي ميا أفلقى يودي كي نبي الله موسى كلك عمرك التاريخ دير بيعهاين أرض المقدسة أو كل نقضة وحجر فلسطين وحجر هذين ميا وحجر هلك قل حقوا وين أن اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون أذيك إيا موسى وربك أقول لتك لسوا الدقالما أنه هلك ناكل السقينة قرآن كمركات صدح قيبسه لبك مذي غير بني إسرائيل بكشي كيسا بني إسرائيل مركا واعدي كو أبتر سنة يسي طفيرتي كسو طفيرنتي نبي الله يعقوب عليه السلام لكن اليهودية مركا لنا هذا ويكا عام سنتهي ووحي راعي فكرة وحوية الدين تي توراة أردن عدي آمن تي الرميسي أيا اليهودية اللي اسكو أرنيه مقع يهود قرم صبعي وقت النبي الله موسى بصبعي عليه السلام يهودي مركا ونمكي يري موسى كو يري أرنا الله جهرة إلهي سم مباشرة نوتسي وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أنا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة يهودي عذاوا النمى مسلمين تأيو هيان وأن منك إلهي أفلق هذا ذكرك عيري إلهي سماوات كمركو أبوري إن الله تعب بعد خلق سماوات والأرض أفلق هذا سيلهي كلك عين سماوات يا أرض مركو إلهي أبوري أيابا وو تعبيا ووحو النستيب إلهذين سبتدي يا حضا ولا بضا أي نستان نصارى يا يهود أي نستان إلهي باو جوابي سورة القاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لقوم عني وامحي واحتعب أو نقسو قاري سماوات هي أرلض أن أبورني مجرب إلهي سبحانه وتعالى يهودي وحي عذاوة إنو لطهي وكوي يرئي إيقو إسكو نسبي إني يهين شعب الله المختار إني يهين أبناء الله وأحباؤه سيدو إلهي سورة المائدة
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ساسكو دواقين أنه أضوم ذي إلهي بانهي أبتكي إلهي بانهي وساسكو دواقين وأحباؤه كوي أجعلا بانهي بيهود تري منعها تعالى الله عن ذلك قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهودي وكوي أنبياء أردن بدن كوغا قيبضنا أنبياء وكوي لايهي وحي عذاو إنوليهين هم الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق سيد إمام البيضاوي وسوء أرورنا يأم معظم المفسرين نبي الله زكريا كوي دلوائيه نبي الله يحيى كوي دلوائيه نبي الله عيسى إني الدليل بيسكديين لكن إلهي بكر قاضي سبحانه وتعالى نبي الله محمد إني الدليل بيسكديين لكن إلهي بابد بادي سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ورمقيبن مياد لي نيسان قيبن مياد بيني نيسان أيام إلهي النبي كلها الله يهود كلها الله ويقتلون النبيين بغير الحق آية ثلاثة المامس ويقتلون النبيين بغير الحق بما عسوا وكانوا يعتدون مركب مفسرين تسلا إن بذورين يان زكريا إيا يحيى إيا شيعاء إيو أنبياء النوع هيدتك لا يبي يهود كعكم يهين ويهين وحي يهودي اسكت ضيان إن النبي الله عيسى الدلان لكن إلهي بكر قاضي سبحانه وتعالى لأن النبي الله عيسى وحوها مجدد نبي الله موسى أو التوراة أي جديدين إيه سيد حديث البخاري كوهيسان أنبياء كانت صوصهم الأنبياء لبني إسرائيل كلما هلك نبي انبعث الله نبيا آخر أنبياء وحيسكع العدبين جرين وحويان ربني إسرائيل مركزتو النبي دنتو إلهي النبي كلو سودري جري نبي قاسا وفادي كوكالو ألا سودري جري لكن نبي الله محمد وحلق يري آخر الأنبياء تكون رسالته إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويسكد ضيين مركز نبي الله عيسى إلى الدلان إلهي يحلي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يجوا هذا وحي لي يقول هذا النصارى يهود بعد الشيء نبي الله عيسى سادر الدين وقوة الصليب كحدة هل كلا الله ذي قرط كلا الله ذي إلهي وحلي مي ما قتلوه وما صلبوه من يدلين من يندل دلين سين النصارى ذو لذا فاتكانكو ولكن شبه لهم عدلوا أكيسية أيابا وحويا أي دلين كل دبين كيبا لو أكيسية إلهي نبي الله عيسى وكر قاضي وسودك الدنا آخر الزمان بنبي الله عيسى سودك الدنا يهود وحنعلو لنا هاي هم الذين حاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيث ضيّن إلي الدلال نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث كي بخاري هوالي زينب بنت الحارث هوالي زينب بنت الحارث الأورنجري السلام ابن مشكم قبدي ساهيد سلام ابن مشكم نبوح الزعيم بخبي خيبر وضيق لنا يهود خيبر مسؤول كذا أيابوها نبي قواتي معسومة الصميسي قاتلها الله قاتله الله معسومة داي الصميسي أيابا يوحيدتك ويديسي هل كون نبي محمد هيري بك أقوج عليا هاي بيتري وحليني وحي أقوج عليا هاي الضراع وحي أقوج عليا هاي سكاركا ذراع أياب وجعلي هاي وحن جيدا سكارك معها إيشك قربك أياب وجعلي هاي بالوجري دبينا قربك وجعلا بيس كبدي سي سنت عي سمين سي كبدي سي وحن نبي جمرك الله سعدي سحابي قال له رجلا بشر بن عبد را ابن معرور رضي الله عنه نبي جمرك هيلي بكي سدا وقاستي أيا هيلي بكي أو أفكي سكجرا أيا وهذلي مركا سوري وان سومي سنة هي إسكا كيتوف نبي النبي وكيتوف عليه الصلاة والسلام صحابي بشر بن براء بن معرور رضي الله عنه وعني وكل انتهي سوو مرك لكن نبي الله محمد خالق السماوات والأرض والله هذلي توف باليلي تبديدنا وحي لها هذا شيء
وحويان انت وقوستي واطفي واتي عائشة رضي الله عنها ورنجلتي نبي دنقل حيسة ويكمو قنجلتي سنتي اي هوين اذا زينب بنت الحارث ايو سميصي بل وحي سكود ديين مر لبعض نبي اني دلا يهودي صلى الله عليه وسلم نبي ريبني نظير ويهودي مدينة ودويدة ايابو اتغي اساقو او مكينو كسو قادة الربا مك إنه كسو قاضي يسقو الرباب وقتي هشيس بيلقى له نو كالي مكتي بيلقى وده هذا ليه ميل جدار أبي النبي جهوس فريسيان وسنا وسوجيدي عليه السلام وده يدي ربنا ندرنا يسافر فريستان النبي جمد حيس ميل كبيعن أو سقف كأ بسلح وين أو أنت ميز كالك لسه صاري دمينة ترتيب ترتيب بالله سو تركيني النبي جونا والله هذا ليه ويهرف ليان marku dhagay xigeer ki soo gaaray dhicidii oo hadhantahay ayaa nabiga lala hadlay isaga ka dhagaxba xagga sare ka soo dhacayay aqiqa ka ay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa soo dhacay cidba dhagax wax kuma noqon waakiin nabigu markii dambeeyay bay nadiir wadanka kararay eheliyay waxaan cululanahay yahood waa waxaasi wax ka badan ay nabiga ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam nabigu yahoodi waxaan cululanahay هم الذين يحرفون كتاب الله ثم يقولون هذا من عند الله إلهي كتاب كيسا أي يهودي بدلين مركي بدلين كتاب كودي توراضها النبي الله موسى لقو سود جيي إنجيل لوقا أي باجرتا إنجيل يوحنا الثاري أي باجرتا إنجيل بوبا الثاري أي باجرتا إنجيل العهد القديم أي باجرتا كل كي أنت أسوس سنة جرت بكتابك الجديد بالله سميع كتابك أنت يبدلين تورادات أي وحكة لك بدلين كتبين وحيد هذين هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سيدا أي علماء كتب الأديان ورين أي شيغيان نماذج أيان ذي كتصيني أي قريان كتاب كان اليهودية واليهود أيان لهذا كتب تاس أي قريان وحكم ذا الأديان والمذاهب المعاصرة تسالي ركوبا تسالي ياري ركوبا وكتاب كود التلمود كالليل هذا كو قران أيان الدول استعجينا كتاب تلمود اللي راح ضوي شرح إياه أي شرحين كتب توديقة وحكو قرن أو حقد كتاب كاكو قرن مرض القلوب كادت كنوع يهود كجرة شرك يهود داسي دمع سيهينا كسرن كتاب كتلمود كأه أو كتب تنوردنا أي كذوه كوا القريان han wax kamida tilmaano yahoodi dad islaam ka naciib weey islaam ka kaliya ma aha insaaniyada oo dhan bay naciib yihiin bil aadmi oo dhan bay naciib yihiin iyaga ayaa ba aaminsan inuu ilaahay ubadkiisi ay yihiin khalqiga oo kale oo dhan xayawaan oo kale ay la mid yihiin kitaabka talmudka waxa ku qoran marka kow khalqullahi alajnabiyya ala hay'ati insaan ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم إلهي أبو رستانك أو أبو ري بيجيلا هذي يهود أبو رستانك وإلهي يهود أبو ري عدة أن يهود أهين أبو رستانك أو إلهي أبو ري قابل آدمين أو أبو ري وحي تهي بيجيلا هذين سأي خلقها كلا بلا آدمك كلا أي يهود يقو أذيغان لأنه إيقو أيابا أبطك إلهي سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تصال يالك كقرا وحكم ذا روح ذا أرواح غير يهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات نفت بالآدمية إيه أن عد يهودي أهين كجرتاي ونفت حيوانات كأوكالة أريغا إيه اللؤدة إيه جيلة إيه أيدة إيه نفت كجرتا أي لم تهين نفت كجرتا عد أن يهودي أهين
أرواح الحيوانات كلناوا بغير احترام وحرمة ملك وحكم إذا أمثلة كتاب كنموذج كاس قريوس تلمود الخارجون عن دين اليهودية خنازير نجسة وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم وهذا الله كتاب كقرآن ذاتك دينك يهود كبحاي أي أن يهود أهيني مسلم كليما وحل وحي أن يهود أهين أردني وحيد هذين وخنازير نجسة وضفار النجاسة أبو رستان كإلهي أوعد أن يهودي أن أهين أبو رانا وحو أبو ريس أي أغو أذيغان يهود أمبو أبو ري وحكرا أبو ري مجرو وحكم إذا أمثل هذا كتاب كتلموت كاكو قرن قفك أن يهودي أهين أي وحلا ترى أي وحلا سياي وحا كفضل بضن انكلاب تأيي أيذا لسيا كفضل بضن ساسي أمسين كتاب هو تلموت كقر وحا أمسل هذا كقر كتاب هو تلموت كواحا كم ذا وحا عدالة أبيل هذين إنو يهودي قعنتي سكدلو عد كستئون أهين يهودي لأنه ديق قفك أن يهودي أهين لقبية لضاضين أيهاي قربانا من الله إلهي بن قدوان النبي أمسيين اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية قفك يهوديه هدو عدك لأون يهودي أهين وهوين كي كلا أدون كأه حد قدو كسما يا عرد قودة وحدن بيو الله قبصنا يمله لأنه بلي آدمي كلي وحي لمديهين حيوانات حيوانات عدة دب قيستانا كتاب هودا وحكو قرن وحدن بيا إنو نكلين إخواني يهودي وحن علو لنا هواكو واس أمسي لبضن وآدو بضن عيابا جيرت وقتك إنو سامحي أو يهودي قريان بل وحيالك كتاب كودة تلموت ككقرة وحكم ذا إن الزنا بغير اليهودي ذكورا كانوا أو إناثا لا عقاب عليهم لأن الأجانب من نسل الحيوانات فالحمى ذا أما الزنا ذا أوقفك يهودي كوكا أن يهودي أهيني سمايو أما هالنقضة الرق هالنقضة أما ديدي هالنقضة مر هدو يهودي بأهين فالحمد إي الزنة أو سمياي وحويا وحقاب أو صارا مجرو لأنه وحي كل كهر ونفتو دعايد حيوانات لأجل اليهود لا أبوري مرة دي حيوانات لأجل يهود لا أبوريين حيوانات كدحدو ذا وحقاب أو جريمة أما دنبية أما وحويا محكمة والله صاري كراي مجرو يهودي إخواني واتاس لكن وحما أنت مأساد نمن كنوع عاسة وحد سو جرين وي أيابا إسلام كي قارهان ولا له ني عربيت أيابا كعنت أقلين هشيس كي مالي تدويت لقو ريجيني بيت المقدس لقو ريجيني مضح بضان وعربيت أيابا أغيد الله شيغي إن بيت المقدس هو نبي مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إن بيت المقدس وثاني المسجد أو ثاني مسجد في الأرض مساجد كلها بادي الدنيا دوشي ذا القصة ما هي بيت المقدس لأنه أول بيت في الأرض وكعبة المشرفة وثاني مسجد في الدنيا هو المسجد الأقصى بناها نبي الله سليمان عليه السلام وجددها نبي الله إبراهيم عليه السلام نبي قمركي لويديي مسادك يا الدنيا ذن لبأوه الرئيي ومكة المكرمة بولي عليه الصلاة والسلام كين لباتكم أها ومسجد الأقصى بول نبي قمركي عليه الصلاة والسلام نمن كنو عاسي وحيمان تقعنتك وهيين لو أنسحيي وإيه سيّر هذين إلهي مؤلنا سبحانه وتعالى قبلة المسلمين الأولى لحية توم بلود بالنبي قلت كذا عليه الصلاة والسلام
بعض الروايات الضوئية طوم بلود ببيت المقدس نبي قلت كذي نمان كان نوعا عن كسو شاكين أيوة حمان تلو عن سحيي أرض المباركة وأرض المباركة قرآن كأنت كسو عرور تبير إلي الروح أرض المباركة أدلك إلهي بركي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نبي الله لوط مركو إلهي كهلي سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين دلكي أن هرد بركي نبان إلهي أبد باذني أوتغي نبي الله خليل إبراهيم عليه السلام مركو إلهي كهلي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها نبي الله خليل إبراهيم عليه السلام نبي الله سليمان عليه السلام مركو إلهي كهدلي قل خي دبيشي قاضي أو كهدلي إلهي وحجري ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وإس فلسطين نبي الله ملكة السبع مركو إلهيك والربي سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وأرض المقدسة وحوي فلسطين مركة علماء ورنا يا ابن عباسي باركنا فيها هذا وحي كشر حين إن يتعي فلسطين إن يتعي نعم مركو إلهيك والربي مريم بنت عمران البطونة وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إمام الضحاك إمام قتادة وحيكون شرحين إلى ربوة ذات قرار وحيكون شرحين إن أيتي بيت المقدس لولك النوع عاسوي لولك ما أنت يهود لو أنسحيي يا أمة الحق والآلام مقبلة متى تعين والنار متى تعين متى تفيق والنار شر تستعر متى الفوارق وقد تمت مصيبتنا متى الخلاص وقد لم بنا الخطر متى يعود إلى الإسلام مسجده متى يعود إلى محرابه عمر أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر أرى ألف بان ألا أرف بان لا يقومون لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياها أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا فمن علينا بروح أنت ترضاه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بنيه وعين الله ترضاه إخواني والأيها الإخوات قدس كورمتيد وحديث أليم قدس كورمتيد يا إسلام كوقاب كومان تيهي وواح لغا تيران يودو مانتا عن مر ديارين يي مر كاركي عنو ساعو الديارين يبي للميغة سويا عيس لأنه واقع وادر كيسا مسلمين تقارهان جزيرة العربية نعم وموقع يدا إسلامي اي كوحديران وحنقلي يو انت بضان عيدتكو آخرستان هزيمة نفسية شرعه ما أقوله نية جبا هلكا كأركي كرتا مركض واقع مسلمين تطاوته ما مدحذي مسلمين تعود لبر رفلين يهود بعد دعوانا إيسا ما شعبك مسلم كي قارهان ببور ما كسو شاكي هدي عبريد طول جاد كبور ما ويسك تاغو هبين كي دادكو سيحن مايو درارتي سوق ميلات كالمرتهيل ميسيد
هوتيل دوردن عندنا واللقى دم ميسني قف كستي أو ميل فديا أما تاعن أما صعباي جادو كشاكيني بيت المقدس نعيد الله عيد كور هيساي حتى ما قرن كرو بيت المقدس وانوحي من هي بيت المقدس ما بقرن كرو لكن جاد كي بعستاعي وقرن كرا بيت المقدس أو شنبقلو صلاضود أجري قاد كنت كتاي أودي مييه مدرين سنو بيت المقدس أو أرض المحشر والوحويان والمنشر ماشي إلهي خلق جنبريكو حسابين دونه ماشي قيامه كدي عند دونته وبيت المقدس جزيرة العربية قارهان أرض الشام حديث كي ابن ماجه نبي الله محمد أحولي عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر ويمو نبي عليه الصلاة والسلام مركي ليلي لويديه يا رسول الله في أفتنا في بيت المقدس بقت المقدس نبي الله بل وحنا غشاق نبي يقول جوابي عرض المحشر وماشي خلقي قال له حسابين دون لسو كين دونه والمنشر وماشي ضدك لا سو ساري دونه وعرض الشامه بيت المقدس وماشي ما اي تجيهين الطائفه المؤمنه المنصوره كوحنا الى هي اهيلنا يوم واحنا كجري او كمبيوتر كجرا المير او توبن جرا او تدراتو لما لبا عشا كهر بوها ايا باي دغخي او كو غرا اي يهود مركاي لا يابين ايا باي كو اوروره واي قبتين عنهاي قبتين كيرا دبينا يغو عنهي قبتبو لوغي كولا دغالما يهودي با كو فريستاي عنها ايا بو قبتاي سي اي نفتو او غبخدو كيرا انتو غعنت سا او تاغي لوغانا حق دم يهودي كغا غراعيو ايو ليه لا اله الا الله محمد رسول الله في ديان ربي بها هذين ان تاويسيو وحا كو جيرنين اي كري وايين خلكي دغه حكو غراعيين باي كري وايين مركاي اريدان ميلي اي بابورتو مرين بو كغلا دبينا دغه بو هوينيا kadibna waad daawateen oo whatsappyada aad buu uga badnaa baabuurkii bay ku iriyeen baabuurkii ayaa way dul mariyeen markuu baabuurkii dhulka ku dhacay ayuu yahuudigi baabuurka ka soo dhaadhacay inuu dhintay ma aaminsano falastiniyeegari muslimkii inuu dhintay ma aaminsano baabuur buu dul mariyay hadda inuu dhintay ma aaminsano wuu soo dhaadhacay kadibna markaas uu qorigii madaxa kala dhacay ninkii oo meedo dhukayaala kadibna muxuu sameeyay uu ku dul istaagay handana qoladii ambalaaska ayaaba ku soo gurmoog ayna ruusa ayna wifaq gabaygan akhriye waxa ku jira ya ummatal haqq wal aalam muqbilatun ummati sahra ee nabi muhammaday dhibaatooyin badan ayaaba idin ku soo foole mata tafiq gurmad baraarugaysan wan naru shar tastairu iyo sabo oo dabki فتن تعمى دقالك أهوريو متى الفوارق وقد تمت مصيبتنا إلى قرماد مسلمين كالججب سنتهين قبل قبل تهين وضن وضن تهين قبيل قبيل تهين إلى قرماد هانيسان قلصا وكالججب سن متى الخلاس قرما يعرن تاسي إذن كلماني وقد لم بنا الخطر يجيب بلايوي واوين مسلمين تا أي كوهب سدين متى يعود إلى الإسلام مسجده قرم إسلام كسو النقري مساجه سكسو النقري متى يعود إلى محرابه عمر قرم محرام كيسي عمر بن عبد العزيز أما عمر بن الخطاب كسو النقري ألا أكل يوم ترى للدين نازلة مال والمم بلايا واوين با إسلام كوهب سنيسا maqaladii waxa weeye Myanmar ee Burma ayaa sidii loo galay ogeydeen majab waxa weeyaan wadanadii muslimiinta ay Iraq ka mid tahay ee Yemen ka mid tahay ee Lubnaan ka mid tahay ay waxa weeyaan ayaa wada burbursan oo waxa la waxay iska dhicin kara iyagii la isku saliday ma intii yarayde soo hadhay ee Khaliijul Arabi la isku oodanayay maya iyagina kala saftay oo qolo dhinacan la safatay oo qolo dhinacan la safatay ah أيها الإخوة مؤسفات هي آلام تلقى ما ورمو لأنه دباتها إي حنونك قلبك بلا عامك بوداوعا لكن مبشرات أيها لقى ورما شيخ القرضاوي بواحكم إذا كتبت وقرأ كتاب المبشرات في الإسلام
أحاديث النبي جا واحد كجرا كوا مبشرات أو إسلام كبشاروي بدنا قصينايا مركا وقت يدا نباتوين كساء بديه مبشرات كا أيابا لغوا الرما مركا لا أيابا كهل دونا وان ديري ووقت ضمبة وحلاه هاي إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تا أن هلك عوفر دينو إلهي نباتو ذا إلهي حليو إلهي قرمد عاجل هو كان سبحانه وتعالى إلهي دعائنا هو أجيبه وحي كجرين مدة الضوات صنع ويكون له ذهي أنت النبات ذا كجرين لكن وحكبد نيد واجي كهري هلك قرني وطنك فلسطين لهي استي سلاح الدين الأيوبي وكدعيه وحكو حجي وقت جي سليبيين تو يجون أي قبصدين تطار كانوا جيدا أي قبصدين إيجانا وكدعيي ننكي وحويان أتراكعها وكدعيي ما أنتوا تضباطنا هايستان ولمسلمين تعينوا ليهين فرج الله قريب يا صاحب الهم إن الهم منقطع أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله من كل لك الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.